أهلا وسهلا بمتابعينا الحلوين. اليوم جيناكم بفيديو جديد وجميل. الفيديو عبارة عن اعترافات لرغد أخت روان وريان الكبيرة عن تصرفات وأفعال روان وريان داخل البيت معها، يعني كيف روان وريان بتعاملوا مع رغد ومين فيهم قريب أكتر لرغد. خليكم معنا لآخر الفيديو حتى تعرفوا الإجابة، ما رح نطول عليكم ويلا خلينا نبلش. روان تتميز عن ريان أن فيها صفات العصبية بشكل كبير، أي أنها تغضب من أقل شيء. روان تضحك وتفرح رغد بشكل أكثر من ريان، وهذا يعني أن روان صاحبة نكتة ومرحة. رغد تنزعج بشكل كبير من ريان، ولا تنزعج عادة من روان كثيرا، أي أن ريان شقية ومشاكسة أكثر من روان. رغد تشعر أن روان حنونة عليها أكثر من ريان، وهذا الشعور عرفته رغد من خلال طريقة تعامل روان معها. روان تستعمل ملابس رغد أكثر بطبيعة الحال طالما تشعر أنها قريبة منها، لكن هل ذلك بإذن رغد أم لا؟ وعند البحث عن أكثر أخت لرغد تساعدها في البيت في التنظيف والمسح وما شابه ذلك، تبين أن أختهم الصغيرة ميرا تساعدها أكثر من روان وريان. وميرا هي أختهم الأصغر منهم ولديها قناة على يوتيوب اسمها ميرا ستارز. لكن هل روان وريان يساعدان رغد أو لا؟ اعترفت رغد على أن ريان تساعد رغد أكثر من روان، وأيضا قالت رغد أن ريان أفضل من روان في فن التمثيل. وقالت رغد أيضا أن ريان تستعمل مكياجها بشكل أكثر من روان، وأنها أي ريان تدخل غرفتها كثيرا. وقد عرفنا قبل قليل أن روان حنونة أكثر، أن روان لديها صفة أخرى وهي أنها حساسة أكثر من ريان. وقد اعترفت رغد أنها تعطي إصرارها لروان وريان على حد سواء بشكل كبير، وأن روان تساعد رغد أكثر من ريان في لعبة الببجي. وقالت رغد أنها تحب طبخ التوأم روان وريان، ولكن من يصور رغد صور الإنستغرام؟ قالت رغد أن روان ووالدتها تصورانها صور الإنستغرام الجميلة. في نهاية هذا الفيديو ننتظر منكم مشاركتنا آراءكم حول اعترافات رغد الجريئة، ولمزيد من الفيديوهات نرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. والآن نترككم متابعينا الحلوين مع بعض الصور لرغد والتي اخترناها لكم بعناية، ونتمنى منكم أن تخبرونا بالتعليقات أي صورة أعجبتكم أكثر. والسلام عليكم ورحمة الله.